بسم الله الرحمن الرحيم. انا احمد عبد الباري عبد الرؤوف الشرباجي، احد عمال اداره التنميه بجهاز مدينه العاشر من رمضان. بنطالب الهيئه بتثبيتنا لان احنا مهددين في اي وقت بالفصل وللغيابات، ومحرومين من الحقوق بتاعتنا من الاجازه العارضه والاجازه المرضيه والاجازه الاعتياديه. فاحنا بنطالب بالتثبيت وعلى اساس ناخد حقوق جميع حقوقنا، وان احنا نركب الاتوبيسات بتاعه الهيئه في الاجهزه، ما يقولوش لنا انتوا عمال يوميه وانتوا ملكوش لازمه، وبيحددونا بالفصل اذا غاب احدنا من العمل لظروف مرضيه او اي ظرف طارئ، بيهددوه وبيقولوا له احنا انتوا لكم عدد ايام، ولو زادت في مستندات هي تبع القانون الخاص بالفصل والحاجات ديت، بيهددونا بالفصل في اي وقت. فاحنا بنناشد وزير الاسكان والتعمير ورئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديد، وبنناشد رئيس الجمهوريه ان يبت في امرنا بالتثبيت وتثبيت العماله اليوميه. احنا اكثر من 4500 عامل دلوقتي، بعد فصلنا الناس الثانية كنا 6.5 اتفصل 2000. عايزين نوجه رساله بس لسياده رئيس الجمهوريه، احنا عمال يوميه عرضه بجهاز مدينه حدائق اكتوبر بقالنا 12 سنه، يعني مش واخدين اي مستحقات لينا بصراحه. هو المرتب بنتقاضى المرتب اول عن اخر، ومعانا اسر ومعانا عيال، وحرام ان احنا نقعد 12 سنه بدون اي حاجه. يا ريس احنا بنتكلم في المرتبات يا ريس، سيادتك احنا بقالنا من 2011 واحنا متعينين 2010. مرتباتنا يا ريس، مرتباتنا يا ريس تتعدل في الزراعه يا سياده الرئيس، وبقالنا 11 سنه شغالين، ودخلنا شلنا مسؤوليه جوه في قلب الجهاز تمام، ومش واخدين حقنا، واحنا اللي شايلين الشغل كله بتاع الجهاز، يعني حرام صراحه. ومعانا ناس طبعا زي ما حضرتك شايف، ناس كبيره في السن قربت تطلع معاش اساسا، ولحد دلوقتي يعني معاها يعني اولادها كبرت واللي في الكليات واللي في مدارس، ولحد دلوقتي طبعا 2000 ونص هتعمل ايه؟ والفلوس دي ما زادتش يا سياده الرئيس غير الا من شهرين لورا بس، ما زادتش غير 2000 ونص. يا معالي السادة غير كده ما زادتش والله. احنا عايزين نثبت، احنا بنطالب بالتثبيت بس يا ريس، مش عايزين عايزين نتساوى بالناس اللي اي علاج. يا سياده الرئيس احنا بنتكلم في حاجه ثانيه خالص، زمايلنا توفوا في قلب الشغل، ولما توفوا في الشغل قالوا لهم انتوا مالكمش المعاشات ومالكمش لعيبه خدمه. احنا يا ريس اللي لمينا من بعضينا عشان ندي لاسرهم وندي لعيالهم